كريم؟ عن جد خايفة حدا يشوفنا. ما تخافي حبيبي، ما معقول حدا من اللي بتعرفيهم يجي على هيك مطعم. طب حبيبي منا مضطرين تما حدا يشوفنا نجي على مطعم هالقد غالي. شو قلتي؟ قلت منا مضطرين. لا لا لا، شو قلت؟ قلت حبيبي ولا أنا سمعت غلط؟ لا لا، شو؟ ما سمعت غلط. يعني أنا حبيبك؟ إنه بعد لهلأ مش عارف؟ ولا مرة قلتي لي؟ بحبك كريم. وأنا كمان بحبك. وماني مصدق بقى إمتى تتركي فادي وتصيري إلي. تصير إلك؟ إيه، بدي نتجوز بسرعة. هالقد مستعجل؟ أكتر ما بتتصوري. وأنا كمان. وبس لنخلص عشاء بحضر لك سوربريز. غير العشاء؟ كريم رح تطلع فاتورتنا كتير غالي، هيدا المطعم كتير كلاسو. مرسي. مرسي. بليز ما تهتمي بالمصاري. كيف ما بدي اهتم؟ وانت بعدك مبلش شغل جديد. كارول، ما تفكري بالمصاري انت ومعي. طيب اوكي، ما بقى رح فكر، بس انت وعدني انه هيدا اخر مره بنجي على مطعم هالقد غالي. طيب خلص بوعدك. فينا هلا نرجع لموضوعنا؟ اي موضوع؟ انك بتحبيني. ايه بنرجع، شو بدك تعرف بعد؟ بدي اعرف ايمتى حبيتيني؟ ما بعرف، ما لقيت حالي الا مغرومه فيك. كل ما عم بتعرف عليك أكتر عم بنغرم فيك أكتر. يعني أنت هلأ مغرومة فيي؟ إيه مغرومة فيك كتير. وأنا كمان بموت فيك. طيب ما بدك تخبرني شو هي السوربريز؟ إيه هلأ منخلص عشا ومنروح. منروح؟ لوين؟ شو لوين؟ ما هيدي السوربريز، ما بدك تشوفي السوربريز. بلا بدك. اوكي. <تصفيق>